اللهم لك الحمد كله، وبيدك الأمر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. اللهم لك الحمد أن خلقتنا ورزقتنا وجعلتنا من المسلمين، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا ربنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، يا واصل المنقطعين صلنا إليك، أوصلنا إليك، يا واصل المنقطعين صلنا إليك، وهب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته، آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، تجاوز يا الله عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم والعمل، وخير الثواب، وخير الحياة،
وخير الممات وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وثقل موازيننا وثبتنا وثقل موازيننا وارفع درجتنا وارفع درجتنا واغفر زلتنا واستر عورتنا وآمن روعاتنا واغفر ذنوبنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والنجاة من النار والفوز بالجنان مع المصطفى العدنان اللهم يا الله اللهم يا الله تقبل صيامنا تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واجعلنا لديك من المقبولين اللهم ارحمنا وارحم بنا اللهم ارحمنا وارحم بنا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم استرنا يا رب استرنا يا سيدنا استرنا ولا تفضحنا وزدنا ولا تنقصنا وكرمنا ولا تهنا وكلنا ولا تكن علينا ومن شر خلقك سلمنا ولا إلى غيرك لا تكنا يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا رافع السماوات يا رب الأرض والسماوات وقفنا على بابك وقفنا على بابك تركنا أموالنا تركنا بيوتنا تركنا أولادنا جئنا إليك يا الله جئنا إليك جئنا إليك جئنا إليك فاقض حوائجنا واستر عورتنا وآمن روعتنا يا رب اشرح صدورنا يا رب يسر أمورنا يا سيدنا اقض حوائجنا يا رب يا ربنا لنا حاجات جئنا بها إليك فاللهم اقضها الليلة اقضها الليلة يا من لا يعجزه شيء اقض حوائجنا الليلة فلا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عقيما إلا رزقته ولا عقيما إلا رزقته ولا مريضا إلا شفيته اشفي الحاضرين اشفي الحاضرين والحاضرات اشفهم يا الله اشفهم
المسلمين اشفهم يا كريم يا حليم. اللهم ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته. ارحم موتانا يا الله ارحم موتانا، ارحمهم عافهم واعف عنهم بجودك وكرمك يا رب العالمين. ولا طالب علم إلا وفقته، وفق أولادنا، يسر أحوال أولادنا، اهدِ أولادنا، اهدِ أولادنا، استر بناتنا، زوج بنات المسلمين وشباب المسلمين برحمتك يا كريم. لا تدع الليل سحرا إلا أبطلته، لا تدع سحرا إلا أبطلته، لا تدع سحرا إلا أبطلته، ولا مسحورا إلا أبطلته، ولا ساحرا إلا فضحته، 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 يا قوي يا متين. نصرك لإخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم، ثبتهم، قوهم، يا ربنا جوعا فأطعمهم، والله جوعا فأطعمهم، يا ربنا أكلوا علف البهائم فمن لنا ولهم سواك. يا قوي يا متين، عليك بالصهاينة المجرمين، شتت شملهم، فرق جمعهم، اجعل فلسطين يا ربي مقبرة لهم. اللهم لا تخرجهم إلا منكثرين، مهزومين، مشتتين. يا الله يا الله يا الله. اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد كلمة المسلمين. اللهم احفظ مصر بلدنا، احفظ مصر وأهلها، شعبها، جوها، بحرها وجميع سكانها. اجعل مصر في ضمانك، اجعل مصر في أمانك، ادفع عن مصر الهموم. اللهم احفظ مصر يا كريم وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين.